قال العلماء يحرم على ولي الأمر الذي يستطيع أن يقوم بشؤون الولاية يحرم عليه أن يعزل نفسه، بل عليه أن يبقى إلا إذا كان لديه عذر أو كان لا يصلح، يرى من نفسه أنه لا يصلح أو أن لديه عذرا، كما صنع الحسن، الحسن ابن علي رضي الله عنه تنازل بالإمامة لمعاوية رضي الله عنه من أجل أن يجمع كلمة المسلمين، فسمي ذلك العام بعام الجماعة،